شي حاجه عليا وما كتيقينيش جعواك خلينا نترولاكساو شويه تما كجعواك يا اختي فرحانه كانوا ناقصينا غير اش كنتي انت ما جيبو ولا نسمح لك شوفي قلتها لك النهار الاول قلت لك هذاك ماشي بو انا اللي بان في التلفاز ولا كان هو يا كان هو بو انا قاعد شي زهر عندو لي زوطيل وعندو ديك الاملاك كاملين وحنا عايشين في دار في السطح ما تعرفي اختي كلشي ممكن حنا تزادينا باش نمشيو نخدمو في المعامل تزادينا فاش نضربو تماره في هذا البلاد ودابا مالك اختي ما انا مات الله يرحمك ولا كان هو ولا كان هو داس في الغفله ودار لوطيل ودار معرفش كان قمر كتقول لي ماما والله يرحمه دابا وزيدي ياك باغا تقلب عليه وانا غادي قمر شي قماره وربح شي ربحه زيدي اختي يور حنا كرهنا الفلوس يا ربي زيدي انا اللي ضرني رجلي وما كنتشكيش بحال انت السبب نصبتي على داك خونا شد الحجره فرلقك الرجل انا ما بقاش صحابي غير ضربني ويلا زيدي دابا يدي لي بالقف واو ولا اللي كيدير ومالك ما يمكنش بليز دابا خصنا نعرفوا واش ديالو ولا ماشي ديالو وزيدي وزيدي نعرفوا زيدي وي ان شاء الله يكون غير خاطرك بغيتي لا ريزيرفاسيون لا قبل غدا صافي ان شاء الله يلا جو لاس بون جورني واش نتوما غنبقى ديما انا مضاربه معاكم شكون نقول لكم على لي شونك الناس راه ولاو كيتشكاو منكم واش اي حاجه حتى نوقف عليها انا بيديا او هاي السلام سيكوريتي نتوما شكون دخلكم ناديه ما عرفتش علاش حنا شكون حنا بنات مولاطين اللي مخدمك هنايا كيفاش كينافخ سيري ما دوش معايا برا برا دابا تفطر كنت كنعرفكم على السيكوريتي حيد سيري حيد الاداب الناس ديكولاس هادشي ليش هاد التخربيق سيكوريتي والله الا هو عطيكم واحد البركه كونوا هانيين علاش ما عرفتيناش كنت صاوب قال صاوب والله ما عرفتيناش شكون لا بلا اسمع شكون نتوما بعدا حنا بنات هنيه كيفاش الوالد مشيتي وخليتينا وحنا صغارات علاش تخليتي لينا وبعلاش نيتي الظروف اللي جاتنا ملي فقت مع ماماكم داكشي هي اللي بغات ديكم داتكم ليا شنو الظروف الوالده غتدوي علاش الظروف انا كتخلينا كندور في المعامل امي مسكينه كتضرب الشفاف كتضرب عين الكرفي وانت عايش في النعيم على بالك ابا حياتنا ضاعت خرجنا من القرايه حتى شمنا مسكينه ما قدرتش تشري لينا الكتوبه لا بنيتي ما غنضيعوش كلشي غير زعزعه كيما كان راكم بنيتي ما غنضيعوش حتى دابا تضيعنا قرايتنا ومستقبلنا حنا ضاعنا ما ضعتو والو ان شاء الله ولكن حيدوا عليا هاد الزيوف ما بقيت بغيت نشوفهم هنايا قلتي لي حيدو وراني حيدت وخا كيعجبني زيد حياتي لا بجد كي كمد لي راسي كنمشي بيه المعمل كي كمد لي راسي فيه الدوخه حيدي غتغيروا ان شاء الله بنيتي غتغيروا ورديكم كاع داكشي اللي ضاع لكم باش وليت بغينا اكثر من القياس الله يخليك لينا عاكم هاني نعيش معاك بهنا الى الاب ان شاء الله زوين هاد اللوطيل مرحبا بكم نمشي نشري حوايجي كلشي غنمشي لكم كونوا هاني ما تدمروا حتى حاجه عندك الدو سخون كلشي سخون وبارد غتحكي لي ونحكي ما عندهمش الخرقه غنجيبو صافي نمشيو نعومو لكن هبا انا بغيت هذيك الدريه الصغيره اللي كاينه لتحت هذيك بيبوا باش تجري عليها ياك كثر داك العين وكتعوج ما عرفتش هذيك اللي لابسه الكحل جري عليها وصافي اي انتوما راه ما جايبين الدنيا اخبار مالك با عرفتوا ماش كيجيكم مليح بنيتي المهم سيروا دوشوا وتريحوا مع راساتكم ومن بعد نكملوا الهضره ديالنا سيروا الله يرضي عليكم صافي ماشي ما عرفتش كنا صحابش صافي نمشي صافي حنا نمشيو يا كنقبوا ما عرفتش كيفاش كتقولوا يا الله الحمد لله الشمل جمع اللهم لك الحمد قلت لك بحال حاطه شي حجره عليا وما كتيقينيش شي جعواك خلينا نترولاكساو شويه تما كجعواك يا اختي فرحانه كانوا ناقصينا غير الفلوس جاوا معانا البرجوازيه
جات معانا يا اختي انا سكتيناتي سكتي عرفتي ديري البدويه كنقول لك يلا معايا الفيلات كنت كنخدم فيلات كنعرفو كيفاش كيعيش شكلتي شي مي شكون قال لك اختي نصيره ولا اختي انا غادي نمشي نجيب معايا كاين الوتاد يلا ضربنا التدويشه وتحب حيمه وعاد غنشوفوني يعني راه مي راه ما ننساهاش لا اختي انا نمشي نجيب دابا شي لا ما نجيب شوفي الا ما جبتهاش هاد الليله والله ننعس في هاد لوطي لا ما تخافيش غتنعس حتى جيب لي ها دخلوك فلوسي تنساها اش دخلوني اش جيبه باقي خاوي اش لبست بينوار تجيبك شوف هاد المراية وهي قشقش شو المراية شو بلا ما تضاربو عاوتاني اللي عجبتك شي حاجه تاخذها واه بحال تلقاي راه اوطي هذا تلقاي والو وانت ورق الحوايج وانت ورقه البطل على هواني سكتي يا سكتي والله انت زهواني سكتي شوف الزين وين هذه عجبتني انا بلا ما تقعد تخاف هذه امي برا الحره شوف هذوك كنا كنخدموا في المعمل قطعت على تزيره من درب السلطه كنا كنشريو ب 50 درهم في نهار الاربع واش نقول لك اش كيديروا في جامعه الحيده تحدو اذا زهواني كي دخل الدريات كرم جوج بهذيك اللي كانت في ابريسيسيون ويلي وقف عليا لو وقفت حداش بان لي الصباط زيدي 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 ندورو نور على زعيق كفوف ليك وسط بيجامتك وانت حطيت ولا شفروها وما يشفروهاش خلي السروال باش تقوى فرده ما يدي ولا سيدي انا حدايا هاي فرده زيدي خوتي هاد الباب عندكم يتحل عام الورق مرحبا بك الله يرضي عليك بنيتي انت الخير كاع ديال باكو شوف انا راه ما ارتاحيتش حتى تجي امي تمشي للدار الله يرضي عليك بنيتي انت راه كبده وعزيزه عليا وانت راه حنينه سوما راه كافره وراه يا خوتي من بكري ما تحنش فيا بحال كنتي ما بقاش فيك الحال حتى عزيزه عليها والله ما شتيش وانا فاش عايش وحنا في خبارنا انت شويه بالكافر الاخر عايش في العز حنا عايشين في الله يسمح ليه يا ربي ايش هادشي اللي عنده حنا ميتين بالجوع عينك غيذوبوا عزيزي الله يمشي طراجي والله يغفر لي اش الله يغفر لي الله يغفر لي معيشة بالجوع يا اختي القهيوه هي شفتي يا اختي الله واش قاتينا كنضو صوبو القهوه ولينا في الرفاهيه كنا في الدل ولكن سمحي لي ماشي بحال ديال بوشه اختي كيصاع ولي ردك بوشه فلقك أيوة. في رجلك في راسك ما كتحمليش مالك كيبيع عليا وستي سكتي يا فوجه الدل اش كنديروا لا ودنا انتما شنو كديروا هنايا كديرينا ها اللي قالت الشوافه ياك ما مجوجه لينا بوان بوان مجوجه بنتي وانا ما عرفاش راسكم على اللي كتهضروا راه معكم مادموزيل ليلى بنت مول لوطيل باش بلاش بلاشي باش تكون في نظار راه واقيلا حنا اللي بناتو قالت لي وحنا ان شاء الله انتي اول وحده غادي نجريو على فضل ياك تشوفوا راسكم في المرايه ولا نتوما بناتو واخر مره تمشيني انتو غير شرعيه انا متاكده معوز هواني انا والده مزنقه واش تي بنتي ماكرانك واش اختي بنت لك نضحك دابا وين هوي ثاني جا حل فمك ترى خدامه على الدوقه تكتب على وانت راه خدنا وانت راه ما غتولد لوطين يا ولي خدنا صحه زوينه مريم بالله منا اختي انتي كنتشاوو كنتشاوو واش مسكينه مسميه منا طق عليا من اختي قالي من اختي غير تقعد انا غير تقعد على الطابله هبط الطابله ولكن الهضره ماشي معاكم غنمشي عند بابي هو اللي غيفهمنا في اللي واقع ولا ديرني خوتي تخلي حوايجي راجل كتقولي بابي نيكولاس شنو هاد الشيء هادو اصلا ماشي بيجامات واش الصدعه هذا شكون بنتو ولده بنتو غتكون والده من صنعاء ودابا الا كانت بنتو هذا اختي ولكانت اختي شربي شربي جوج عمرتش بحالك اصلا غنجمع معاك ما دير لي الشوها تاقتك بنتو تعيقتيها شرب القهوة وهنينا لا ما بنتي اش بابا بابا وقع مشكل كبير كيفاش هاجي الصباح كنت في لا ريسيبسيون جاو عندي واحد البنات بيزار قال لك ودابا ملي لقيتهم لقيتهم في لا شومبر ديالي ولبس الحوايج ديالي قال لك حقا انت بابا هما كانوا واحد الثقة بزاف ماشي مشكل وعاد راسك انا دابا باش تكلم مبرد هضرتي خليني ندوي معاك انا شويه ما عندي ما نخبي عليك انا دوك راه خواتاتك انا عندي خواتاتي ومخبي عليا بابا هي بنتي هذوك راه خواتاتك ولكن انت هي المموده عينيه انت هي كلشي بنيتي عمرني غنسمح لك بابا على الموقف اللي حطيتيني فيه انا خواتاتي هذوك وكذب عليا انا دوك ما كنقدرش حتى بحال نقول لهم حتى السلام في الزنقه مسحي فيك الله يرضى عليك ما غنسمحش لك بابا ودابا خليك منك لبناتك مشيت ليش جاي وراجعه جايبه لي بناتها علاش يا سي حميد نعم لا نعم لا لا انت كل ما شافوك بناتك في التلفازة ما تسول عندك البنات اللي خليتيهم صغار جيعانين عطشانين كل ما بو عزة ولد خويا كل ما ماتوا بالجوع اللي غدا عنده عشاء عنده ما حشمتي ما رعيتي صافي كملتي
كملت. شكون السبب انت اللي هربتي بهم؟ هربت بهم رحمه الله مني ديتيهم كون بقيتو معايا اييه كون باقيين داك الزطور. هربتني عصراتك اللي كنتي العصا اللي كنتي تسرح بها كنتي تجبدها ليا للدار وكيتستاليها ومرطبش ترطبتي شاد زرعتي الشعر كي جاك ها وما زرعتي هاد السنطيحه راه باقا تبريك من بعد ان شاء الله من بعد ولا بنتي باقي عاد تتا واخا وليتي تبان في التلفازه واخا السيكار حامد اللي كان يسرح الغنم بعصات من صوت محطوط ايوا واش بغيتي نتبدل والله ياخذ فيك الحق امين كيما عدبتي هذوك الدريات غتفدي ليهم كل واحد ان شاء الله تفدي ليهم حتى ولات كل واحده قد الحياه ولا عاد غتفدي ليهم ملك اللي بغات الارض اللي بغات بنيتي ياخذوا اللي بغاو وقال لي مني وليتي لاباس ايوا ما لاباس انا مزروط انا راه عاون نعطيكم ما ديما نعطيكم كون بقيت بقى بكم راه ما ندير والو قابلني راه فلوس تيرسي انت ضربتي فيهم تماله ولا عرضتي فيهم سير يا المدلول سير شو حالتك كي باقا تقول الزرع ما بين شعب علاش كتقلبي سمعي شتي انت هاد التقدم ديالك راه مرم فاطنا وراه اربع اربعه عاك يديروا الميناج وكون بقيت دابا نجيب اربعه الحريات 18 عام ولكن رايت على وجه بنيتي شنو عندي دابا عجبك الحال ما عجبكش تسلمها نمشي اخر كلام قلتو لك اجي تايا والله وكون ماشي شوفي والله وكون ماشي على جبناتي تي هاد الصلعه تندري كل عندك داك الشيء ما نقدرش نهز عليك يدي يا سير وحدي فرش عطيتك وقت والله الا بزاف عليك هاد الوقت يا سير وقت عطيتيني الزمر بالمحفحف الاخر راك باقي محفحف بحال بحال ديالي دابله مالها شنو عندها شنو كاين واقع واحد الخوب كبير بزاف لا حوسك حبيبه ديالي انا عارف شي غادي تصدم حنا نشقوا البحر على قبلك عرفتي شنو انا صدقوا عندي جوج خواتات كيفاش نو وماشي هي خواتات عرفتي تشوفهم كيف دايرين دوك لو جونغ اللي ما تقولش لي تصالي في الزنقه نو ما تقوليش ليا هي شوريات اكثر ما تصور لا سمحي لي ولكن واش عمي وبابي جي كيقول لي بلحش ما بلحيا وفرحان وكيقول لي ايه مصارحك بناتي لا ميمكن هذا غتكون غير شي وحده لعبات لي على عقله وقالت لي انا حامله منك وصافي هادشي اللي كبار كبار لا بزاف لا بزاف هادشي والله هادشي خصو يتعاود في النظر وانت شنو كتقولي فهادشي حبيبه ديالي اش غادي نقول ما مشيتيش ولا كيف دايره بدي لي بلا ما تفكري حتى شي حاجه من هادشي غادي نصيفط جوج من الرجال ديالي غادي ادبوهم مزيان غادي نوريهم ما هم علاش يتعاملوا معاك بهذه الطريقه ميرسي مون شيري والله عارفك انت يقدها صاحبي ديالي اليوم عندي واحد المفاجاه ليك واعره بزاف سيربريز يس ايوا لالا فوتشر ديالي بدلتها حنا واش خديتي بيت روس رايز اول واحد غادي تعطيني سوقه بيان سوق حبيبه ديالي انا اللي غنمشي نصيح يلاه يلاه غنمشي تراسي ديالك يلاه واش هذا الفراغ دورت عقلت عليه هو هذيك فاطمه كتبيع فيهم البغري البغري ولا البطبوط واش ديال هذا ديال البغريات لا ديال المسمن واش نوع التهمه جي ديالك داولي الكليان بقى يتبرو منك الفطر قال يوم الكليان يشوفوا فيه مشاح شو معنى ايش يا با اش لقيتي ولا عمتي اش لقيتي هاد الشيء ساكنتي ساهل ولكن اش ولكن ولكن با انت زعما لاباس عليك وداك الشيء هذاك ما سميتوش فار هذاك الهامستر ديالي كنعس معايا بالليل وهرب ليا ولد الحار نصبح نقلب عليه وما تخلعوش واش يزيد صدي ليا صدي ليا انا القيمه والاهميه ديال دوك الكليان ديالي خير من هادشي ليكم نهار اللي جيتو هنا لوطي تخير مالكم ما في الغابة الخبر خير منكم اللي في الغابة ما بزاف با انا غير هذاك الفير انت اسمعني اسمعني الفير عزيز عليا وبيض على مزويناج وبحالي كنعسو حدايا بالليل وكيونسني ما عرفتش شنو هو بان لي شي فار هنا عندكم في لوطيل وتبعها وصافي وصل نقلب عليه ولا لقيتش يجيبوا لي عافاك شوفي انا كنجي معاك انت كتقول لي فار ولا طوبه من الان فهمتي انا كرهتكم قمت نهار وجدتكم لهنايا ما تحملوا ما فيكم ما يتحمل اشنو هادشي هذا يا كبا كرهتينا با وفي عمرك كنت كنبغيكم كاع ما كنبغي انا القره ديال عينيا هي ليلى بغيتي تسمعها ما عندي ما ندير بكم يا كبا ما كتحملهاش اش الدموع ديال التماسيح نحملكم ولا ما نحملكم عرفتي با كنت عايشه غير مع امي وغتي في السطح وكنا بالخير وفرحانين ايوا ولا جايين عندي هادشي دليل على عندنا فلوس باش هما السعاده نعم هذيك راه هضره وربي غادي يحاسبك على هادشي اللي ما خاصكش تفرق ما بين بناتك وانت فرقتي فرقتي وهاد الهضره اللي قلتي لينا نعم هي عمرنا غادي ننساها مني ما كتبغينيش علاش كتمشي علينا وقلتي لي راك عزيز عليا علاش ايوا قلت لكم خاطركم وصافي ما غاديش نسمح ليك وهاد الهضره حطرت فيها بزاف حيت هنا فوق راه حنايا راه
نجيبوها مع اختنا ماشي بحال بنتك كانت سهله ولقات الخير. حنا عشنا في الفقر والحمد لله، طلعنا رجال وطلعنا عيالات وطلعنا كل شيء، ولكن ماشي مشكل انت ماشي با ماشي با ماشي با ولا ما تسمح لك بهاد الدار، مرة غادي نسمع لك مش غادي تجيني بهاد الهضرة، وانا غي وليا دابا سير بحالك صافي ما تقولي حتى شي حاجة. تعيشوا ويا في أهل أكبر سعادة. لا لا فنية وأنا ما شاء الله. عندي الضوء. عرفت شنو؟ لاني بديالي قرب. لا لا واش عارفة أنا غادي نساه؟ ولا باش موعدني؟ موعدك لالا بأحسن. السلام عليكم. وعليكم السلام، شكون هادي؟ زوينات. لا 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 ما كاين لا دقان في الباب ما كاين. غير لابون جديد مسكينة ما عارفاش القوانين ديالها. إيوا ماشي مشكلة. أنت مسكينة مرة كبيرة. غتمشي ديريكت وغدور عليه يدك اليسر تما كاينة كوزين. يلا يلا لالا. مرة الميناج. يلا. شحال من بيت بغيتي تجيب شي فلوس؟ هادشي حبيبة ديالي وأنا هادشي اللي عاصر لي أنا. مسكينة. مرة كبيرة تكبر على راسها. صحيح. بزاف عليك. بزاف عليك ماما. حتى تكون خدامة. شنو واقع هنا؟ هادي اللي كتشوف فيها راه ماما هادي. كيفاش؟ كينافخ. شنو هاد الأسلوب باش كدوي معايا هادي؟ شوف شوف لا تبقى تتبيبو عليا. هادي أمي والله يخليها ليا. حسب هاد النعمة أن عندك أم كتقول لك بنتي، بزاف ديال الناس باغيين غير أمهم تقول لهم بنتي وما لاقيناش. ما حاسش أمي يمشي بهاد الشيء. ما حاسش ملي كتجي تمشي جفي الدروج في هذاك الماء بارد ملي كنتي كتخرجي تطلبي على قبلنا. بزاف ديال الحوايج درتي على قبلنا حيت هي عاشت زعما في العز وحنا عشنا غير في الدل، داكشي علاش ما راضيش بك، ولكن ما يبقاش فيك الحاله بغيتي. انا راضيه بك وانا نهزك فوق راسي وندرك تاج فوق راسي. الله يخليك ليا ما يبقاش فيك الحال. المسخوت تاع باي اللي خرج على بنيتي صافي ما عندها تدم. مالكم سكتوا؟ باش نقول لك انا مثلا صافي اسكت انا اللي غادي ندوي معاها. بغي انا ما حاساش بداك الاحساس ولا خدمات ولا طلبات على قبلكم نتوما ماشي على قبلي انا. انا ما عنديش ام وما عشتش مع ام، ماشي مورا 20 عام عاد جات ماما. ما خاصش يكون قلبك قاسي وما ما تجرحيهاش حيت انتيا ما عرفتيش شنو كان كيدوز على هاد المراه وبانا كان خداك ليها. انت هي بغات دينا ثلاثه ما كانتش باغا دينا ثلاثه، اختارتكم نتوما وخلاتني انا الوغ حتى دابا ما تعرفنيش. ماشي مليح شمتي مراه عايزه بنيت. اصلا واحد الحاجه راني امك خليوني ندوي نقول لك واحد الحاجه. فيك العياقه بزاف وهذا الشيء ما غاديش ينفعك، وتقصو حيه الراس غترجع لك غير بالبروده. تعصبوا لي الحبيبه ديالي حدكم تما هاد الكريمين ديالك انت معكم قانونيا قانونيا خايدين لك داخل الحاله داخل الكلمه بحال هكا كديروا بها هكا متوحش متوحش. بعد ما نخبيو عليك حنا غنشوف حالتنا من هاد الوضع صافي بزاف قهرونه. ماما ماشي الفلوس وما السعاده، ماما كنت عايشه معاكم مرتاحه ودابا وليت عايشه مع با في الجحيم. قال لك ولا كيفضل عليا اختي عليا ماشي حشومه. دابا يتقبلكم بنيتي وراه بالسيف راه شحال وما عايشينش معاه حتى شي يتقبل فينا. امي هو كيموت على هذيك الاحتبانه ديالها، ولكن ربي ما بغاش هاد الظلم. كيقول لك فرقوا ما بين ولادكم بالتساوي. بصح الله يهديه تاهو وحنا منا الله يهديه كاع الله يتبعوا البلا. وزيدون انا توحش الدريات صحاباتي عايشه وراه كنخرجوا نضربوا التعارض نضربوا بالبنادر. انت اختي توحش بوشه كيصاوي قهوه هاكا اللي حلو لي نمشيو عند العائله وانا ما بقاش عندنا العائله. تخلي ندخل ناكل هاد الطواجن محروقين داكشي زوين وبني. تخلوا الخير كله تخلوا هنا هادشي بزاف امي لقي بزاف هادشي. وانا مولفع على داكشي مصخ امي فعلا ولا كيحكني بالنقع. تخلوا لهاديك البعيدين ناقيه الشعر انا بداك الشامبوان قال لك حقه داير على فريال ناقيه بيج الحكه ما في سولفات ولا صالوفات ولا معروفه. وين على بنات القهره وبنات الويل وبنات الجوع؟ والله ما الجوع ولا عايشين بدراعنا وبنفسنا ماشي اللي دازين في حفينا. عايشوا بخير باكم غتديها هي وسيروا رجعوا من جيتو وخليا تتمتع مع الاميره. اميره وغاده ورا ديري اميره كتشمس لي لابسه بركونا على نفسها وعلى قلبها بركونا وغتولي حسن منها في اللبس. نمشيو بحالاتنا امي ما كتشوفي فيا انت شنو باغا تروحي؟ انت باغا تشوفي الكار وبركي الارض وتمتي غير بركو
هابركو صافي دخلت قلتي هضرتي اه غنبركو فضل دوم جوج هابركو وغادي نعيشوا في الدار وهادشي من حقنا ومن حقنا نعيشوا فيه ولا كانت شي اختي يدير لينا انا والدريه صراع ولا يعطي لينا بحال هكا فلوس ما بقاش حنا ندور جاتكم آه. يلا 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 مشيو جاتكم في الصالير راه يدير لكم اكثر من الصالير ماشي عطاتو درسي واش ما ينساش البيسي يلا طلعوا لا لا باش نروح الطابور وانا نوضي نوضي باش كثرت الهضره نوضي 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 نمشي نوضي راه عما نقيت لي ودني اش غندير في هاد المصيباتي وانت فين اشيري اه اسي احترمي راسك شويه كمالك محمود قول وحلك باطو ديال الفلالس هي الصراحه حنا بنات احياء شعبيه وعزيز علينا التبرقي على بالك كل نهار نسمعوا داك الشيء امو هذا ضرب خاطب شي حاجه تجوجش عليه خشفه جنويه ترى البوس كيتشير حتى هي ماشي تمام خليني معاه همي عسير ومبارك قول لي الصراحه سمعتك انا كبرك لقيت كدوت تو داك البو ديالك وانت هذيك فلوس اش دير لي ما عندنا ما دير لي صراحه طيح واحد المشكل كبير راه شي دراري اييه بغاو يضربوك هما خمسه الناس خمسه الناس وشوف كل هنا الرجوله معاك والله يترفالي لك هاد البنات وانت يا خليت الرجال في الدار وشي شي لهاديك الله يهديك ابي هادي والله يلاه مالك ما تيقش عارف نبي لك الصحه ولا بلاش لا شوف غنمشي اليوم غنعاوشك شنو ندير اليوم وانت زعما دريه غتقدر انا دريه وانت سير ما بقاش في البوادر هات عندك بوادر وقلده وكلشي ما دير والو بقاش في الهضره نجمع سومه ودي الدريات راه ندورهم تما جوج كلمات يبان لك هربوا تفرشك العش عمرهم باقيين يدوروا بك صافي كل لا هادشي كامل قاد عليه هادشي كامل قاد عليه تما لك حكرتينا حيت ماشي حنا رجال تا رجع زيدو قدامي نشوف هادشي فين غيخرج والله نوض فين ليا اش كنتي اش كنتيري انت البوادر باش تبرادر نعزف الارض شوف الدريه شحال باريه كاش بان البراءه في وجهها صراحه ملاك فوق الارض وليت كنحس من جهتها شي حوايج بزاف ما كرهتش نعترف ليها ولكن عفير الله يلاه وانت فايق واش تسحبني باطو اختي فيا ولي يا بيدري ديالي عندك بيرمي زيد صوب ليا زيد يلا اجيتي فين غادي في هذه النحت حيدي يدك حيدي يدك غتخسر ليا الدار يدي ما يديش فيها يدي احسن منك راه جيتي فين غادي في الليل وانتي صوتك يا ما بانت بنتك تحكميها انت دابا ويلي ما نحكمك شو عزيز عارف فين كنتي اه تي دايره على حال شعرك مع داك الشارف ما تجبديش بابا على فمك لا دير ليا فاش هضر على بابا ما لا تفوت انا واش ديك الدريه بنتي اش بغيتي عندها اسمع بابا شنو كتقول اش بغيتي عندها انا ويلي على بابي 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 انت ما حشمتيش علاش غنحشم جيتي انت في جيبك ويلي انت شو الدريه اللي مصيفطه بحال غدا شي سهره شو 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 انت ما تعرفيش لهذا الستيل شوف الله يهديك قاد دوك الهيشات اللي عندك خليها لك بنتي الهيشات هذوك منهم راجل منهم دريات كاباب عليك هذوك هذوك بنات وعرفت كيفاش ربيتهم انت بابا راه لبسهم بحال الرجال كيعرفوش اللولو رجال شو مش عندي زاد بحالك انت دخلني عليك بالله لقيتك من قرب الشيب مصيبت بنتك مع 12 ديال الليل لابسه المينيه ومشوف وجهها هيك شي مينيكا مصيفطه حتى دابا تسمى الرجال اصلا بنتك ديما كتخولي الماكياج ديالي كتشكري فيها دابا شوف انا ساليتي شي بنتي تخرج في ربعه في الجوج هذاك شي بعيد عليك قابلي هادوك ديال كليزان ديال بناتك بناتي بزاف عليك وشي اللي فمك بالسمن والعسل بناتي محترمات عمرهم عايروا شي واحد بحال هادي تتنقز على امها اللي ولدتها وتمحنت عليها باغا تريش لي راسي هي الامنيه ديالك تنجي القلب الحنين بنتي غتحضرني وتحضر خواتاتها ولكن لقيت بنيتي عايشه على سبيل باب طالقك ومقابل السهرات ومقابل كون عطيتيني حاله الام غنكون حنينه فيك انا ما كنعرفكش الو بلا ما تحلميش انا غنكون حنينه فيك سالينا وبابي دابا صحاباتي كيتسناو فيا خليني نمشي سمعي الحنان ديتي مع باش ما حنان عندك وهذيك التربيه ديال بناتك حشومه هذا الله الا عندك لي هذوك راهم ما كانيبال هذوك عندك بنتي صافي ما عرفتيش معايا بابا تعصبش عليك سيري سيري صافي بابي عندك سؤال ما تمدياش فيها حمقى هذيك صراحة سومة مع الدماء خبي عين أسي وقفاش معي وقفة دير رجعي بويدرا ولا لا الزيج لي متابعين الزيج لي متابعين وضربوا بالحجر تبقى كنا هدي هدي كنا هدي
مشيت عند عطاشو الهضره وقال لي اختي اسيا هذيك الدري ما بقيناش عارفه تصدو تعرفني حنا ما بقاش غير ضرب والو عاون لي انا على ليلى هذيك ما عتقد حتى راسها بقاو جبدوا لي ليلى سمعتيني هي صافي اتفقت وما كاينش شي فراق وانا كاين دابا العلاقه متوتره شويه و هذيك دير بها ديك الاحتفال انا ما نافعك لف لف خدمه لما مهنياك من تبعصيت الاحتفال شنو دير بها ما فهمتش زين شي شي براء او شي شعر طويل الفوطه تهزال كاع ما تخليك تعذب كتحشي لي كتحشي مسخاطه كتخبش شوفوا شنو نقول لكم هاد الدريات مرحبا بكم اوطيل حسبو ديالو حتى انا داخل مع عمي في السوق وحاجه ديالو ديالها هادي مالها هبيله والله حتى هبيله يا ويلي تكنا لي حجمات دير اختي حلا ما نتفارقش معاك حتى دير معاها حل صراحه حسيت ما بغيتياتكم لا بنك اش غادي دير قولي لي واش نقول لك كاع ما تحسن منك كيفاش نقول لك صراحة أسي غزالة ماشي بدور اعترافات لا دابا أنا كنقول غير الصراحة أسي غزالة والواحد يعول عليها ومرة ديال الوقت وديال الزمان زين كيف ما كتشوفي أنا عندي الأعمال بزاف لا هي غتعاونك في هادشي ما تخافش أنا عارفة الصراحة ما بقيتش منين أويلي دابا ولا كيتحاشموا علينا هذا بويلي ولا كيبغوا بعضياتهم ممكن كنبان أنا كنقصيهم علاش ما سمعت كلشي انت شنو جلستك مع يونس انت شنو هضرك معاه لا راه فهمتي غلط انا شنو كاين باش كيفاش غلط اصلا بلاتي 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 كيفاش شنو جلستك مع يونس عرفتي شكون انت باش تجي انا تحكمي فيا وتقولي مع من جلست مع من ما جلستش انا واخا طيبه لا لا ليلى لا صافي اختي ما بقاش فيك الحال قول لها لا ما تبقايش تشوشين قول لها لا دغنيغ فوا قلت لك ما تبقايش تشوشين هي لا دغنيغ فوا اسمعها الاخت العزيزه هذاك خطيبك يونس كيبغي حبيبي أبيني سكتي تنعاد عليا سكتي علاش كتضحك عندك قصد علينا كتبغي وغي ضربه بواحد العراسية فعلا تعرف سكتي داكشي اللي فقتي ما لقاش فاك انت ساليت هاد الفيلم الرومانتيك ديالك لا ما سالا ساليتو يونس انا ما على باليش بيه بغيتي كادو شي مشكل اصلا البوبي ديالي ديما الكلوحه يدخل واحد يخرج واحد انت ما عندكش واحد هي عندها شي 10 تمام ولي كيسمع لك توصلي النيفو ديالي النيفو ديالك واحد انت اصلا ما عندكش يقول واحد الحاجه في هذا الوقت الدري اللي كان يبغيك يبغيك على العفويه ديالك ماشي على البريستيج ديالك سمعتيني وقلبي لقى احسن من قلبك واخا انت اختي ولكن انت اللي خليتيه يقول لك هذا الهضره شنو دابا كتسنيني غنبكي وغيبقى فيا يونس وانت حيت عفويه وانا لا واش ما عندكش القلب انت بعثت جاك ما خرجتيش تراك في راسك غنقول لك واحد النصيحه كي اختي واحد النهار غتلقى راسك بوحدك قبل ما تمشي شويه درويشه حتى بريكادو شي مشكل مع اختك الصغيره سير 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 شوف شنو دايرت شوفي لامك راه عندها شي 50 واحد واخا كطيري شي واحد معبوشه وطيري شي واحد اخر بالله دابا نتبعها وغنشوف واحد اخر زيد سير سير مرحبا بكم الله يبارك فيك نهار نهار وهادشي كامل اللي كتشوفوا فيه راه على قبلكم وعلى قبل انت خاتي هي الله يحفظك الله يخلي هذه مرحبا بك انت جراس الله يحفظك براك براك ما درتي الكويده نقول لكم واحد القضيه راه ان شاء الله غادي نتحولوا من هنا للاوطيل خديت لكم واحد الدار زوينه صراحه يونس احسن حاجه غادي دير حيت راك عرفتي بابا واختي ما حاملينلاش اصلا في داك الاوطيل شوفي الدار فيها جرايد يا وليدي ما كاينش من هاد النهار فيها جرايد يا وليدي شوف كان تمو ندير الشغل الوالد ديالك اختك حاولي تنسيهم دابا صافي هذا عهد جديد وغتعيشوا معايا في النعيم ان شاء الله يا ربي وما كاينش اللي غادي اديك لحقوا بالك اختي ان شاء الله انا باش نبدا واحد الله يكبر عليك خاصك دير عقله احسن ما غدير لي اجي بنتي عريس ان شاء الله ان شاء الله كلشي ايوا ايوا كون بحالك ايوا هاجا ماما ربي فرجها في الاخر الحمد لله بنيتي هذا افضل مع الله عطاني ولد الناس هادشي كامل اللي صبرنا في الاخر جزاني الحمد لله بنيتي ملي قلت لكم بركم ما تمشيش كنتو غادي الحمد لله وشوفي خالتي نصتوا مع راسكم كلشي ديالكم نهار نهار الله يحفظك ويحفظك انتما قدروا كلشي ما ضل شطحه
وشي ملي مشيتو حسيت بالمكان ديالكم واخا ما كناش كنتفاهمو مي كنتو كديرو واحد لومبيونس واحد الجو بشي شكل ياك انا زعما هاد الهضره خارجه من القلب مش كتنافق فيها الا انت عارفاني انا ما عنديش مع النفاق اللي كتكون شي حاجه كنقولها لواحد في الوجه ديالو وكون كانت هكاك ما نجيش عندك فوالا باش ما مطلوب مني انا جيت غنطلب منك السماحه على داكشي اللي وقع حيت دابا انا ما غاديش نبقى في المغرب تعرفش على واحد الولد ما شاء الله غادي نمشيو نعيشوا برا وبغيت نخلي القلوب مسافيه بيناتنا بغيت ليك مبروك شوفي واخا يكون اللي كان راه كتبقاي خدنا واخا واحد الوقت ما قبلتيش علينا وطراو مشاكل ولكن دابا كلشي تبدل اسير تزوجات من قوالو ان شاء الله تولد ليك دابا كنطلب منك طليبه غادي عند اسيا ويونس وهذه صعيبه شويه اصلا ديال شتي يونس انا كنت كنشاورو غير ان على قبل لوطيل ديال بابا وديكشي كان بزو عليا اسي داش فيا خير عتقاتني بدات الموضه تشوف في بيت لباق خديت الولد اللي كنبغي نمشي نقول لها ميرسي ياك لا لا ايوا مبروك ديما غديني خلي لي يعني النيميرو ديالك واش ما كان انت لا غديني دابا ما تشاكش دابا دابا وخاصه مش عارفه كلشي ديالك يلا غارسون كبنيتي في حياتنا شكرا ماما توحشتك بنيتي اصلا ماما انا جيت اليوم غير باش نطلب منكم سماع داكشي اللي كاش كندير ورا اصلا داكشي ماشي خاطره حيت كنت كنغير منو بديتي ومخليتي شوفي حبيبه ديالي انت تحرمتي من ماماك وحنا تحرمنا من بابانا يعني راه بحال ولكن اسيل امره ما كيعوضها حتى واحد ومسكينه هي راه خطف لها وحده شنو بغيتيها دير بعقلها تبارك الله الله يرضي عليك هي ما فرقاش ما بين حتى شي وحده فينا بابا عاد تعرفي انت ديما عزيزه عليا ديما من جيتك راني ما نعش بابا قال لي ماما الحقيقه قال لي بانك ماشي تخليتي عليا هو اللي خداني ليك الله يرضي عليك بنيتي والحمد لله حنا تلاقينا الله يخلينا لبعضياتنا انت دابا مبروك عليك قالوا لي غيزاد عندك بيبي قريبه حنا ديالك انت تي الله يعطيك الله يخليك ليا زوينه تبارك الله اجي صوبي بعدا ما بقاش وريني الدار دزز والله حنا كنفكر في ريت ريت والله واش كنا كندوزو واخا هكاك حنينا واخا والله بغا يجي معقبه وكل نهار فالقين واحد كل نهار شابعين البوليس والروينه بيضاء كنت بولات باربي الله يطريك فالله حنينه هي الحنينه فيكم تاعك وماما ديما عمرها نساتك عمرها نساتك ماما انت عزيزه عليا انايا ودابا ان شاء الله غنعوضوا كل شيء ملي تجمعنا ان شاء الله بنيتي الحمد لله الله يرضي عليك بنيتي الله يرضي هذاك هو النهار الكبير ملي تجمعنا هذاك هو النهار الكبير حبيبتي ليلى بنيتي دوشي شكرا بنيتي توحشتك بنيتي انا ما توحشتك بنيتي الحال ما عطيتو ليهم وناقصني واحد عرفتي ماما حتى انا كتنفتقد هذا الاحساس يا بنيتي الله عرفتي شنو ماما شتيني انا في خبارك راك غادي نمشي نعيش برا وكين دابا وما غنمشيش وي لا تخلي مهمتك الله لقيتيها راه بحال لقيتيني فباكي تيضرب عمرنا نتفارقوا دابا ان شاء الله نضفر لك اخوتي دغري عادي ما نضفر البنات ونتفكرك انت امي عشا ماما كانوا كيما شطوا ليا انا ندير بها ضفره السموله دير عليا ولدك تشوفي ها السموله ونايضه في الحرس ايوا الحمد لله من الله قال الحمد لله اللهم لك الحمد عيطتك زعما باغي نطلب منك السماحه شوف السي حميد ولا نقول با حميد با حميد شرف ليا هذاك هذاك الطريق حاولت بعد منه ومبقاش ترجع لها ومبقاش حتى تفكر فيها عفا الله الحمد لله ولي وكيف ما كتشوف دابا انا راني مزوج ببنتك اسيا لسنه الله ورسوله ياك بخير الله يرحم لك الوالدين السي حميد ابا حميد اللي عجباتك اللي بغيت كلشي في بنياتك عطاهم شويه الحنان سمعتيني نعم وانا غادي نكون الوسط غندخل بخيط ابيض ونصالحك بينك وبين بنياتك والحمد لله ان شاء الله غادي يكون الصلح غير هي اللي غنوصيك عليها ابا حميد مابقاش عاود نفس الغلط راه ما غيدوم حتى شي حاجه في هاد الدنيا حقيقه عندك اسمع لي ولدي انا قد كتبت من الميسيد اللي قلت لك وما انا حسب بناتي ندمت واحد الندم والله اللي مطلع به انا غنصالح معهم بلا ما تكلف نفسك غير كون هادي انا عندي لك واحد الطلب تهلا ليا بنتي اسيا
فهمتي راه حامله وداك الشيء وكنتمنى لكم ان شاء الله على الخير. وكان وعدك عمر سميت القمر ما بقى تكون تجي هنا عندنا الدار ولهذا ان شاء الله غادي يكون غير خير انا باينه في كود الناس ماشيني ودابا انا غادي نوض نمشي على الاسير غادي نخليك ترتاح باه واخا الله يرضى عليك ونو بانو با ضروري كلشي دابا راه تحسب لي دابا ولي شي الوالد ديالك مرحبا بك هذا شرف ليا وليدي ارتاح انا وعدك المره الثالثه راه ما كنقمر ما والو عارف با حمد عندك كلمه واحده ايوا الحمد لله ودنا جابوا لي الله وبنتي اللي تستاهل وطلب هذا هو واش غنطلب منك السماح نقول لها موافق على الزواج ديالك مع يونس واسمحي لي انت واختك هذا الشيء اللي كنطلب من الله تعالى يا ربي تي الحنينه ويرحمي فيا الحمد لله دابا لما تجمعات الحمد لله بنيتي اللهم لك شكون قال غتجمعوا كاملين في هاد الدويره الله العظيم اللهم لك الحمد وبابا حتى هو سمحنا ليه وسمح لينا وغفر الله يغفر ليه امين يا ربي ايوا الحمد لله على كل حال اختي شنقول الله يفكنا كما فكك وصافي انا راه صافي غتعد انتما تقلقت كثير بدا ليتي نظرا كليتي مالي وتبالت نهارا هاني بالي وراك يشوف مولانا وخادمو ينسالي فايني يطلع ولا أرى وخادمو ينسالي فايني يطلع ولا أرى كاقولي تقيل ورايا غيت بابا أنا ودماغي نايضة مقرع نفسي كارها كرشي كبيرة خطوتي صغيرة واخا كبر ايو ما يقولوا لي لا دير الفاطمه ولدي قامت تبكي وصي بابا ايو ما يقولوا لي لا دير الفاطمه ولدي قامت تبكي وصي بابا